ودائما في القرآن آية أنا شخصيا بترعب لما أقراها، اللي هي وقل اعملوا. ايه الرعب فيها؟ الرعب، هقول لحضرتك وقل الرعب اعملوا فسيرى عملكم الله ورسوله، فسيرى الله فسيرى عملكم. الله جدع، عملكم ورسوله هو والمؤمنين. حضرتك ايه الرعب فيها عشان قراتيها كده دي بسرعة؟ اسهل حاجة يعني. اسهل، صح؟ طيب انت حضرتك جهزت للحلقة دي قد ايه؟ ماشي. 10 دقايق مثلا. اخترت اللبس لا، واخترت الكلام حفظت الحاجة. وحضر وحفظتي. طيب، والكلام ده علشان هتخرجي على ملأ الناس وتقولي كلاما للناس. لو حضرتك استشعرت الآية ان الحلقة دي هتعرض على ربنا، وان اللي هيشوفها ربنا سبحانه وتعالى ويقيمها ربنا الأول، ثم تمر على رسول الله، ثم الناس دي آخر حاجة. فتخيلي يا ستي دعاء، انت دلوقتي بتعرضي عمل على ربنا، هتخلصيه؟ ابدا. كل شوية عايزة تجودي فيه وتحسيني فيه وتبدعي فيه، لانك تعرضين العمل على من نسب له الكمال وحده سبحانه وتعالى، الذي خلق الكمال ونسب له الكمال. المشكلة ان احنا بنعمل حساب الناس لما نيجي نعرض عليهم حاجة هيعجبهم ولا لا. شفت المصيبة؟ لو بقى حاجة لوحدي كده مش فارقة، خالص. دي بقى عارفة، المشكلة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذنوب الخلوات اكثر من ذنوب المسرات. يعني شوفي الراجل لما بيتكلم مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في انه يخرج من الحمام عريان او فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له: فالله احق ان يستحى منه. شوف الجمال، شوف العظمه، شوف الوقوف بين يدي الله، الاستشعار. ما انا بقول لك ايه صعبه جدا، ان انا هعرض عملي على ربنا سبحانه وتعالى. ان رب يعني الصعوبة في انه فسيرى دي. طبعا طبعا طبعا، معلش، احنا ونحن في الجامعه كان في اسامي بعينها كده نقول النهارده لجنه الشفا وفيها مين؟ فيها فلان. يا ستار رعب. يا ستار، مع انه هيسالنا في القران، ده احنا نسينا القران من قبل ما نخش. يا ستار هننجح ازاي؟ ففلان ده نحن نعرفه ونألفه، وربما يكون يعني يضاحكنا ويداعبنا، إلا أنه له هيبة وله وقار. فتخيلي أنا بقول لك يوم القيامة أنت هتقف قدام ربنا، بقول لك عملك ده هيتعرض على ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك هم دايما يجيبوا الأمر بتاع التحفيز لحملة القرآن ولحافظة القرآن، يقال له اقرأ ورتل وكما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند. بس الأمر مش سهل. لا 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 لا، ليه؟ لأن الصعوبة بمكان أنه سيقف مرتلا بين يدي الله، قارئا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يقرأ كتاب الله بين يدي من خلق القرآن. طب ومن وكل أنزل أعماله دي القرآن، يعني العمل اللي هو إيه؟ أي عمل، كل اللي هو عمل، العبادة والعمل كل عمل، كل عمل أنت تفعله داخل في هذه الآية، سواء كان عادة سواء كان عبادة. ولذلك الصحابة من ذكائهم كانوا يحولوا العادة لعبادة. يعني ايه؟ يعني هو بياكل، ما كانش ياكل بنية الاكل بس، لا، ده ياكل بنية ان يتقوى للصلاة، وان يتقوى لطاعة الله، وان يتقوى لتنفيذ امر الله سبحانه وتعالى. فهو حول العادة لايه؟ لعبادة. فربنا بيقول ايه؟ انه لقول فصل. يعني ايه؟ يعني انكم ستقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، وعن اعمالكم ستسالون، وكل اعمالكم فيها ستحاسبون. فاعدوا للسؤال جوابا. خدي بالك بقى، وما هو بالهزل. يعني ايه؟ يعني خدوا بالكم، ربنا سبحانه وتعالى ما عندوش تهريج، ربنا سبحانه وتعالى ما عندوش انا ما كنتش اقصد. خد بالك من ده كويس قوي. وبعدين انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. او الايه دي قيل انها في قريش، في من اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الايه بتقول للنبي: لا تشغل بالك بالدعاء عليهم، ولكن اعمل من اجل عمران الارض ومن اجل بناء الناس.